اليوم السلطة الرابعة ما هيش قادرة تدخل لساحة القصبة، ما هيش قادرة ترفع صوتها، منعوهم، قالوا لهم ما عندكمش ترخيص. يعني السلطة الرابعة اليوم غير مرغوب في أنهم يسمعوا صوتهم، فما برشا مؤشرات على أنه الوضع الإعلامي يبعث إلى القلق، برشا مطالب ما حتى السلطة ما تحبش تسمع لهم. ما نحكيش فقط على الوضعيات الاجتماعية وعلى المؤسسات المصادرة اللي قاعدين كما نقول نحن يعني من خلال إهمال التسيير متاعهم يضعفوا فيهم. طولينا نحكيه على أنه مربع الحريات قابل للانتكاس من جديد، وهاو تشوفوا النقيب الصحفيين موجود وما نجمش حتى يعني مثل كما قلوها يوصل صوت الصحفيين في أنهم يدخلوا لساحة القصبة ويكون حتى مكان الاحتجاج على الأقل يليق بسلطة رابعة، على الأقل مربع الاحتجاج ما يكونش بالأسلوب هذا، وأمامهم الأمن جاهز لأي لحظة للتدخل والقمع، يعني جايبين وحدات التدخل يعني واضح. اليوم في 2023 والصحفي في تونس ولا يلقى في صعوبة باش يعبر على حقوقه على مطالبه على حقه في نفاذ للمعلومة، الصحفي ولا يتحاسب على الخط التحريري للمؤسسة؟ اليوم الرأي المخالف غير مرغوب فيه، فقط الرأي المخالف غير مرغوب فيه. فما يعني إذا نحكيه على خط تحريري وإعلام وكذا، فما أصوات معروفة تخدم سياق معين هذيك مرغوب فيها ويحبوا يسمعوها. أي واحد باش يكون عنده رؤية انتقادية أو يقدم الرأي المخالف أو الرؤية النقدية ورينا غير راغبين لا في سمع صوته ولا في التعامل معاه أو الاستماع المطالب. وهو تشوفوا التصويرة متبلغ يعني واضحة، ما ميش في حاجة التعليق وتعبير. إلى حد الآن معناتها المنع هو سوء تقدير يعني من أو تقدير من سلطة من الوزارة الداخلية، قالت أنه حدث المكان هذا. طبعا الصحفيين يرفضوا هذا أنه تحديد مكان التظاهر نتاعهم، ولكن علاش خرجنا هنا هو مؤشرات في الحقيقة، يعني المؤشرات كلها سيئة من أشهر التالي ومن سنوات التالي، المؤشرات سيئة في اتجاه ربما التراجع عن المكسب اللي تحقق في ثورة 2011 ومكسب حرية التعبير. اليوم لاحظوا أنه السلطة في كل يوم تزيد خطوة نحو الحد من هذه، والمؤشرات الأخيرة يعني بصراحة هي تحمل في طياتها مؤشرات خطيرة، ويلزم أنه الوقفة اليوم تكون قوية وتكون صارمة، معناتها الإيقاف مثل هذا المد اللي ممكن يؤدي إلى انتكاسة وتراجع على الحقوق هذه اللي ربما تدفع ثمن كبير، يعني المواطنين التوانسة وبشق كبير من التوانسة وحتى صحفيين. يعني المكسب اليوم غير وارد انه تراجع عليه، وبالتالي الصحفي اليوم جاوب شو يقولوا لا، احنا اليوم نرفض اي تراجع عن المكاسب هذه ونرفض اي محاوله ربما لتدجين القطاع الاعلامي ربما لخدمه اجندات او معينه. يعني الناس اليوم حابين صحفيين مختلف الوانهم يقولوا انه احنا ماناش جايين لهنا باش نقولوا رانا مع شق او مع شق، ولكن ندافعوا فقط على مكسب حريه التعبير ومكسب في المعلومه ومكسب وحق الناس في المعلومه ووصول الى الحقيقه، في ظل انه الاستهداف اللي ولا كل يوم ولا معناتها موجه ضد اطراف ربما محاوله الاسكات او محاوله ربما لتخويف اهل القطاع. ولكن الناس اليوم جات الصحفيين اللي جاوا اليوم حابين يقولوا احنا مش مساعدين مش نتنازلوا على المكسب هذا، ومساعدين انه يمشيوا في نضال لمواجهه اي ربما انحراف بمكسب حريه الصحافه. ما تراش اللي هي حمله ممنهجه ضد الصحفيين اليوم في تونس؟ حمله ممنهجه ما نجموش نثبتوا انه نقولوا ممنهجه، ولكن المؤشرات خايبه. يعني تكون عندك مؤشرات خايبه فانك لازم توقف، لان تنجم تكون هذا منسوب جاي من بعيد، فبالتالي انه المؤشرات اليوم مؤشرات سيئه ويجب ايقافها، يعني باش ما تكونش يعني ما تطورش الامور اكثر وما تكونوش ما نرجعوش للمربع الاول. معناتها يعني الناس توا حابين ولا كره الناس ولات خايفه، اللي يعني يكتب على الفيسبوك ولا خايف مرسوم 54 ولا يهدد اي انسان يعني صحافي ولا مش صحافي، وبالتالي المؤشرات كلها خايبه. يعني مش تقول لي انه فما حمله ممنهجه او فما استراتيجيه دوله، ربما ما نجموش نثبتوه هذا، ولكن المؤشرات تقول انه فما نيه وفما توجه ربما للتضييق على حريه التعبير وحريه الاعلام في البلاد.